والسيناريو المكتوب لازم يكتب بدقة وبأمانة عشان تقدر تطلع بفيلم الناس تقول واو يعني. وبعدين انت قاعد تمثل فيلم كويتي ترفع فيه اسم بلدك. نتكلم عن السينما الكويتية أول ما بدت 1965 العاصفة اللي مع محمد السنعوسي رحمة الله عليه. بس يا بحر بدأ في 1972 الفيلم الثاني اللي هي خالد الصديق، طبعا بطولة سعد الفرج وغيره من الفنانين موجودين في هذا الفيلم. ومن الأفلام الجميلة القديمة اللي نفتخر فيها فيلم الصمت 1976. هذه الأفلام هي اللي بدأت الخطوة الأولى للسينما الكويتية. هناك كثير من الأفلام طلعت عقبها. أنا أحس أن بداية السينما بدأت من هذا الفيلم الموجود الآن، وفي بعض الأفلام الجميلة، لأن هذا الفيلم متميز اللي هو شيابني هني. هذه من الأفلام الشبابية الممتعة الممتازة، لدرجة أن السينما الكويتية أصبحت تتنافس في بعض الأفلام في المهرجانات. في فيلم من الأفلام اللي أنا قدمتها عملتها، ومن 6 أو 7 أفلام عملت، أفضل فيلم بالنسبة لي أنا هو أوسكار، دخل أكثر من مهرجان. من ضمن المهرجانات الموجودة أخذت فيها أكثر من جائزة. عندنا أفكار شبابية جدا ممتازة، والأفكار الموجودة هذه شبابية في الكتابة وفي الإخراج وفي التمثيل. مهرجان السينما اللي في الجامعة الأمريكية الدولية فرصة لكم، حافز، تشجيع، اهتمام، يعطيك خطوة زيادة على الخطوة اللي انت فيها، وإن شاء الله تعملون الأفلام اللي ترفع الرأس. تمنياتي لهم بالتوفيق، أتمنى يكون يخطون خطوة صح، ما يكون هناك في استعجال في عملية انك انت بتعمل فيلم وبس. الفيلم مو بس كاميرا، الفيلم مو بس تجيب لك اي نص وقصة وبس، لازم تفرق بين التكنيك السينمائي والتكنيك التلفزيوني، اختلاف كلي.